السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. إذا اليوم إن شاء الله هذه تكون واحد الجولة جديدة في مدينة بركان، فيديو جديد بالقناة. هذا النهار إن شاء الله هذه نديروا بكم واحد الجولة. اليوم كانت الأمطار، الحمد لله الأمطار كانت غزيرة في الليلة ديال الأمس، واليوم عاود في الصباح كانت الشتاء، والان راه توقفت الامطار، ولكن نتمنى ان شاء الله انها تزيد تطيح شويه الشتاء، لان الصراحه الجو ديالها يعني راه عاد مغيمه الدعوه. وقلت لما لا ندير واحد الفيديو، واحد الجوله باش تشوفوا الاجواء ديال مدينه بركان في هذا اليوم، خصوصا بعد هطول الامطار صبيحه هذا اليوم، يوم الجمعه، وجمعه مباركه لكم كاملين. إذا اليوم الجمعة، أول أيام شهر شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وتقبل منا الصلاة والصيام وجميع الطاعات، آمين يا رب العالمين. إذا هذه الأجواء الإخوان في مدينة بركان، راني طالع مع شارع ابن سينا، الشارع المعروف في مدينة بركان، والبلاصة اللي دائما عامرة واللي دائما فيها حركة يعني في مدينة بركان. إذا غادي نديرو بكم واحد الجولة باش تشوفوا معنا الأجواء، سواء في مدينة بركان ولا في يعني في شوارع مدينة بركان وأحيائها. وبديناها بشارع ابن سينا، وغادي نزيدو نتحركوا شوية مع الشوارع. المهم مكانش شي وجهة معينة غادي نمشي لها اليوم، غادي ندور شوية وتستمتعوا ان شاء الله بهذه الجولة وبهذا الفيديو. ايضا نخليكم تشوفوا شوية شارع ابن سينا. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. إذا مرحبا بكم من جديد، رحنا الآن في الطحطاحة. إذا راكم تشوفوا راه هاد النهار خاوية شوية، ما كاينش بزاف صحاب الكرارس وصحاب الخضرة، هاي كاين شي وحدين ماشي بزاف. البارح راه كانت عامرة، كنت فت من هنا البارح في العشية بحال هاد الوقت، صراحة كانت عامرة الدعوة أكثر من هكا. اليوم شوية ما كانش بزاف بزاف، ولكن راكم شفتوا معايا الحركة دائما في هاد البلاصة ديال الطحطاحة وفي بن سينا، يعني دائما محركة دائما. وهذا هو المركز ديال المدينة يعني اللي فيه الحركة دائما. إذا غادي نهودو مع هاد الزنقة ديال الطحطاحة، وموراها غادي ندورو ونديوكم عاود في بلاصة أخرى باش تشوفوا معنا الأجواء في هذا اليوم في مدينة بركان.
ومرحبا بكم جميعا، اي واحد كيشاهد الفيديو سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن في اي بلاصة كان، مرحبا بك ومرحبا بك في هذا الفيديو وفي هذه القناة. مرحبا بكم كاملين، والناس اللي اول مرة يشاهدوا شي فيديو من فيديوهات القناة ادعوكم للاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش دائما من نحطوا شي فيديو جديد يوصلكم، وفي نفس الوقت ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب وبكتابة لي كومونتير الى عندكم شي اراء ولا افكار جديدة بغيتونا نديروها في شي فيديو من الفيديوهات المقبلة، ولا عندكم شي ملاحظة او لا تشجيعات، المهم اي حاجة كتبوها لنا في لي كومونتير، ورا هاد لي كومونتير والضغط على الاعجاب هما اللي كيشجعونا باش اننا نزيدو نقدموا المزيد من الفيديوهات. اذا هذا هو الحافز اللي يخلينا اننا نزيدو نقدموا فيديوهات اخرى بالقناة ونزيدو ايضا نطوروا من المحتوى ديال هاد القناة. اذا رحنا الان في هاد الشارع اللي كيفوت من الجهة ديال سالم تقريبا، اذا على اليسر ديالنا الحي ديال سالم، اذا غادي نمشيو ديريكت، غادي نمشيو مع الطريق ديريكت، وهذه غادي تخرجنا في ديك الرومبوا اللي جايه قريبه ثانويه الليمون، يعني في الشارع طريق وجده، ديك الرومبوا الجديده اللي داروها تما قدام ثانويه الليمون، اذا غادي نخرجوا فيها بالضبط ونطلعوا شويه مع الشارع، وان شاء الله تستمتعوا معنا في هذه الجوله. وهذه هي الاجواء كما قلت لكم في يوم الجمعه في مدينه بركان بعد هطول الامطار، امطار الخير اللي تهطلت منذ الامس من الليله ديال البارح، واليوم عاود في الصباح كانت كاينه الشتاء تبارك الله. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يعني هاد اذا اخوتي غادي نطلعوا مع هاد الطلعه ديال لوفيس، هادي اللي غادي تخرجنا في المصلى. اذا الناس ديال بركان راهم عارفين هاد البلاصه بالضبط فين كاينه، اذا غادي نخرجوا في المصلى ديك الساحه ديال المصلى اللي كتقام فيها صلاه العيد. اذا هذه البلاصه اللي غادي نخرجوا فيها، وراكم تشوفوا معايا الغيام تبارك الله، يعني الاجواء مغيمه، يعني ان شاء الله غادي تكون الشتاء هذه الليله، الجو عاد ديال الشتاء. وراه شفنا في الفيسبوك يعني في مجموعه ديال الصفحات ان طاح الثلج في الجبال ديال بني زناسن، وبالضبط في الجبل ديال يعني في ديك الجهه ديال عين المو طاحت الشتا تما، في دوك القمم ديال الجبال في ديك البلاصة طاحت الشتا، طاحت الشتا كما قلنا هنا، وطاحت الثلوج أيضا في الجبال. أنا داك الشي راه الجو شوية بارد في هذا اليوم. We are the team.
الان في شارع محمد الخامس. مرحبا بكم من جديد. اذا الاخوان غادي ندوروا شويه مع طريق السعيديه، غادي نهود مع طريق السعيديه ونختموا الجوله ديالنا لهذا اليوم في مدينه بركان. إذا نحن الآن في طريق السعيدية. إذا الإخوان هذه هي الجولة ديالنا لهذا اليوم، يوم الجمعة في مدينة بركان. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو، وكما قلت لكم بغينا نحاولوا أننا ننقل لكم يعني الأجواء في مدينة بركان كما قلنا بعد هطول الأمطار، الأمطار اللي طاحت البارح وهذا النهار في الصباح. والحمد لله على الغيث، والحمد لله على جميع النعم. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو ديالنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في فيديو مقبل وفي جولة جديدة إن شاء الله، وإلى اللقاء.